يعتبر التيار الديمقراطي نفسه يمكن كونسيرني، يعتبر نفسه الموضوع هذا يهمه ولا لا؟ معناه يهمه، ماناش باش يكون طرف معناه مع نيدات تونس، اسباب معروفه. معناه نيدات تونس معناه الجزء اللي يحبوا يرجعوه من النظام السابق، طبعا ما يشوفش حتى حد يقبل معناه بعقله. اسمه معناه الاخيان في الجبهه الشعبيه، انا نغزر قدامي حمل همامي وعمل تصريح هذول البارح وكذب كونه ثم تحالف، وانا نفضل نمشي بالتكذيب تاع حمل همامي على قراءات اخرى وعلى كلمه سمعتها الحقيقه يقول لي هو فاتح باب النقاش. هو حر على كل كحزب، نحن ننتقدوا بعضنا اللي نقولوه. الاخير في الدنيا معناها كان نقى نهار من نهارات حمل همامي في مشروع معين يكون موجود مع ناس معناها يرجعوا في النظام السابق، وما نصدقش الحقيقه ونفضل نمشي بما صرح به سي حمل همامي البارح ومناضل بتاريخه هو يسعى لتغيير الاوضاع في تونس. حتى كان عنده مشكله مع حركه النهضه يطرح نفسه كبديل، عنده حدود اليوم الجبهه بالمناسبه، تذكر في البدايه كيفاش كانوا في الانتخابات اللي فاتت، اليوم بالتوحد نتاعهم عندهم حظوظهم كبديل، ان شاء الله يزيد يتحسن الاداء نتاعه، وهذا هو المفروض المستقبل. كون تظهر بدائل اخرى تظهر جبهات اخرى، اما مش بين القديم القديم وبين الجبهه، وخاصه سامحوني باش نقول خاصه سي حمل همامي، هذه ستكون صدمه وكانت صدمه. هي الناس اللي بلخهم الاخبار غالط بالمناسبه، كذبوا سي حمل، ولكن الاخبار اللي بلخهم غالط شو كيفاش ردود الفعل نتاعهم، ينظروا له نظره اخرى وينظروا زاد للجبهه الشعبيه كطرف معناه نجم يكون من بين البدائل المطروحه في تونس. ان شاء الله ما يصيرش التحالف هذا.